اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بصوا بقى جبت لكم ايه النهارده، سوبر ساند الرمال الفظيع السحريه الجامده قوي دي اللي شكلها ابيض، ومعانا بقى ايه كب كيك اللي هو البسكوت اللي هو البلاستيك، ومعاه كمان الايه المعلقه اللي بنغرف بيها اللي بتعملي البوله بتاعه الايس كريم. واو دي شكلها لعبه حلوه جدا، طبعا ممكن احنا نلعب بقى بيها على البحر ونقعد نلعب بقى بيها في الرمله، بس احنا النهارده جبنا بقى رمله مختلفه عشان كده هنستخدمها النهارده. اول حاجه بصوا معايا الالوان اللي هو الاصفر والاورنج والازرق والبامبا الغامق والبامبا الفاتح. هنستخدم النهارده بقى الروز الفاتح ده، هنجيب بقى الرمله بتاعتي الرهيبه قوي دي، هفعصها كده بالمعلقه بتاعتي اللي هي بتعملي سكوب اللي هي بتعملي البوله بتاعتي. هاخد بقى اول بوله هعملها بالرمله الفظيعه دي، كاننا ايه بنعمل بالظبط بوله ايس كريم، بس طبعا الرمله دي ما بتتاكلش، احنا هنلعب بس بيها كده. هفعصها بقى دلوقتي في المعلقه، بعد كده هحطها ايه على بوله الايس كريم، وبكده اكون خلصت عملت اول بوله. بصوا شكلها حلو ازاي، ده باين ان هو ايس كريم حقيقي بالظبط. ممكن نعملها مقله في حد من صحابنا ونديها لحد من صحابنا اساس ان هو ايس كريم حقيقي، مش هي ايه بقى ان هي رمله بقى يقعد ايه ده اللي انتوا عملتوه فينا ده. وبعدين بصوا كده عملت بقى بوله تانية فوق الايس كريم، هدوس بس كده عليها عشان تبقى شكلها تمسك بقى فيها. واو ده شكله فعلا ايس كريم بجد، وكمان ده عملت منه بولتين، دي كانت لعبه جامده جدا وانبسطت قوي. طبعا ممكن احنا نعمل بقى 3 بولات 4، ممكن نغير في الرمله اللي موجوده ونستخدم ايه كذا واحد من الحاجات المختلفه دول. انا شايفه ان هي كانت لعبه حلوه جدا انبسطت فيها قوي، واتمنى ان هي تكون عجبتكم. قولوا رايكم بقى فيها في الكومنتات، متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. وحشوني يا اصحابي، باي باي.